انت قلي اذا في حدا بحياتي معقول بتعرف عني كل شيء ومعك رقم بنت خالتي من ورا ظهري وما بتعرف اذا انا سنجل او لا؟ انا بعرف عنك كثير شغلات، بعرف انك دكتوره ناجحه شاطره حلوه مثل القمر. بتعرفي انه عيونك تبرق جنة، بس انه ما بعرف انه معقول وحده مثلك ما يكون عندها علاقه او ما لها مرتبطه بحدا. لا، وعندي سبب. بدون اي احراج انا فيني اعرف شو هو هذا السبب. فضل ما نحكي بهالموضوع هلا، خلينا مبسوطين. اوكي، تشيرز. تشيرز. جعتي ما؟ لازم ناكل؟ نطلب. تفضلي. شو؟ لوين؟ إني أفهم بس نحن لوين رايحين؟ لك هلا أنت ما بتحبي المفاجآت؟ يعني مش كتير. أوكي خلص، لا تحكي ولا حرف حتتفاجئي، تعجبي. طيب بس بدي أعرف نحن وراك.